كل شيء تحت السيطرة، وإيدي بيكون ماسكات، يعني في شيء خوف أي شيء برفع حالي وكل شيء تمام. بس هذا وزن الرأس تقريبا 6-7 كيلو، يعني لما الوزن هذا ينزل مع فعل الجاذبية هو هذا أفضل قوة وأفضل ستريتش للمنطقة هذه اللي عندها مشكلة كمان فيها، وإحنا انحناءات للأمام بنعيدها كمان، بس بدنا نزيدها شوية، بدي أرجع لورا شوية. ماشي، هاي بنزيد الحدة عشان نزيح الكاميرا. يا ساتر، ها بالوضعية هذه برجع لورا شوية وبنزل شوية شوية. بنزل ايدي بعدين. هلأ في الوضعية هذه بعمل حركات متتالية.